شوف بقى لما في سنة 65 جمال عبد الناصر يصدر امر الى مدير المستخدمين يقول لهم اكتبوا لي تقرير عن كل واحد له نشاط ديني. والله العظيم يوم يجي واحد يقول لي واحد لما اخذ فلان واعتدى عليا يقول له ليه؟ يقول له عشان انا كتبت لك في التقرير انه بيصلي. يا ساتر بيصلي؟ بيصلي ولا حرامي؟ صلي. شوف بقى لما جاب عبد الناصر يشوف عدد المصلين كام عشان يوديهم السجن ويفصل لنا بدل قبل ما ابن ابو زعبل بسنه. تصدر الاوامر من خروشوف من روسيا ان الاشتراكيه مهدده في مصر، مستقبلها مش تمام في مصر. يقوم جمال يقول لهم ليه؟ يبعت علي صبري. روح علي يقول لهم الاشتراكيه مهدده في مصر ليه؟ يقول له لان في عناصر متدينه واحنا ما بنرتاحش في المتدينين. طب اعمل ايه؟ مش هنديك معونه يا جيمي الا لما تطرد النتيجه. تتخيلوا ابن ابو زعبل خمس ادوار فيه 200 زنزانه وفيه عنبرين حلوين جدا كل عنبر في 12 اوضه. روحوا سكنوهم بدل ما بتعتقلوا الناس فيهم. لا تكون داهيه بتوع الثوره. روحوا سكنوهم. روحوا سكنوهم احسن. حلوا معاها ازمه الاسكان. والله يا سيدنا الشيخ عنابركم مش بطاله يعني. حقيقه مبنيه جديد. مبنيه جديد. البذر اتفصلت. والجبنة المنتنة جات، الصفايح جات. ساعة ما نزل البنا من ابو زعبل صدر قرار اعتقال كل من له فكر اسلامي. اخوان مسلمين، شبان مسلمين، جمعية شرعية، اي حاجة بيصلي الجمع الملك كل اللي يعني ودي على طول. كل ما دخلنا اخويا راح بالعمة والكاكولا قال لي اقلع يا الشيخ. ايه يا سيدي اقلع ايه؟ لا ده انت ليك بدلة هنا. الله يخرب بيتك، هتعمل لنا فندية على خير الزمان. هذا المصيبة السوداء. ايه العقل البس حاجة. ولبسنا بدل. لبسنا بدل على اخر الزمن. وخدنا دكتوراه من جمال عبد الناصر. دكتوراه في الظلم. وبعدين يجي واحد صول يقفل علي الاوضة ويقول لي يا سي الشيخ سؤال بيني وبينك. اقول له اتفضل. ما قاعدين في زنزان انا وهو. قال له انا هسألك سؤال. قلت له اسمع. قال لي يعني لو قلت لك لو قمت ضربتك لما موتتك دلوقتي طبع الاوامر يبقى عليها ذنب؟ قلت له ايوه. ده انت عايز تموتني وتاخد فتوى؟ يخرب بيتك يا حضره الصوت. عايز تموتني واديك فتوى؟ قال لي طب عليها ذنب ليه؟ ده انا عبد المامور. قلت له لا عليك ذنب، اضرب على الحيطه ولا حول يا رب. بس تضربني انا ليه؟ انا عملت فيك حاجه؟ انا بيني وبينك ايه؟ دي ايام ايه الايام السودة دي؟ بقول لك انا بعد ما طلعت من السجن واحد كان يوميا عندي زورني في البيت ما جاش سلم علي. وبعدين قابلني صدفة بعد الغياب في الشارع فجأة. وبعدين اضطر يسلم علي لان اللي واخد ايدي شاور له سلام يعني. فجأة قال لي يا شيخ ما تاخذنيش اذا كنت ما جيتش سلمت عليك. بقول له ليه يا حاج؟ قال لي لان انا عايز اربي عيالي. يا لطيف. بقى الاتصال بيا بقى خراب بيوت. الله شيء غريب. الاتصال بينا بقى خراب بيوت واحنا اللي بنعمر البيوت. ده احنا يا ابني بنصلح المتخاصم وبنرد اللي مطلع وبنعاون المحتاج بكلمه طيبه. اصبحنا في دوائر حمراء، اصبحنا خاطرين على الامن في بلد ضاع فيها الامن. هكذا اراد الظلم. قلت له يا ابني ربي عيالك الله يبارك لك. روح يا ابني ربي عيالك. ما دام يا ابني اتصالك بيا هيموتك او يوديك في داهيه روح ربي عيالك. شوف الدنيا، شوف لما ياخدوا تقريرات مين اللي بيصلي؟ طيب خلاص. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. دخلوا الناس اللي بتصلي السجون وخلوا الحراميه بره. اهو النهارده مصنع ايديال انحرق تاني مره، ما فاتش شهر. الحرق تاني مرة. اختناق 35 عام وخسائر ب20,000 جنيه. طبعا دي ابو لمعة. تحط جنب ال20,000 نقطتين كمان. شوف النقط بقت كام ونزل عليهم نقطة كتيرة قوي. ادي الناس اللي بتصلي. هو انتوا تقدروا تصلحوا الا بمعرفة الله، الا بالرجوع الى الله،